من حين لآخر طبعاً بقدمه من الأول. اتفضل مستر ميتش. طبعاً اتفضل. وحبش لوكيله اللي اتحايل على الخطيب قال له خده، فالخطيب قال له لا يا مامي ما باخدوش. طبعاً أيمن عبد العزيز ابن لبنان نادي، وخدنا وجه جديد احمد عبد الرؤوف زي ما بيقول بندعم دايما. وانا كان عندي نيه اخد طارق السيد بس للاسف هو ما جاش امبارح، ما اعرفش خير راح بقى المنيا، ما اعرفش يرجع ولا ايه، لكن كان عندي نيه انه يبقى موجود معانا. انا بشكر الراجل انه التزم بكلمته مع نادي الزمالك ولم يستمع للاغراءات اللي حصلت له، ويكفي قال انا كان حلمي أدرب الزمالك زي ما عمي في يوم من الأيام درب الزمالك. لكل الشكر. طبعا غصبا عن الحاقدين لازم أشكر الناس اللي جابوه والناس اللي سافروا، أحمد مرتضى وأمير مرتضى لازم أشكرهم. تطاقي بقى تتغاص اشرب من البحر. بشكرهم الاثنين. فين يا أمير؟ فين أحمد؟ كان هنا دلوقتي راح. بشكرهم جدا. وهدلهم شغالين للنادي خدامين وتشد مش مشكلة. يلا ابنعوا دول الله يسامحه الله يسامحه لغاية ما بقى فيش عقله علقة. أنا راجل مسامح بس لما بيتقفش وحياة الأم معاطي كانت علقة بقى تلف حوالين نفسها.